السلام عليكم. هذا الفيديو خاص بالطلبة، يعني الناس اللي بغوا يعاونوا ريوسهم وباغيين يخدموا من الانترنت. يعني الطريقة للعمل راها سهلة وبسيطة، تبع معنا الشرح. اليوم غادي نشوفوا واحد الموقع يعني ممكن انك تخدم فيه استاذ، يعني تدير دروس دعم، تقري الناس في التخصص ديالك وفي المجال ديالك. يعني كنهضر هنا على الطلبه، او ممكن انك ترفع دروس او ترفع ملخصات وتبيعهم بالثمن. يعني هذا هو الدور ديال هذا الموقع، هذا اللي كيربحوا فيه الناس. يعني الثمن العادي هو اكثر من 10,000 درهم، يعني اكثر من 1,000 دولار. فقط الواحد خصو يجتهد ويتوكل على الله، وراه الله ما يخيبوش. تبع معنا الشرح. بالنسبه للموقع، يعني الموين ديال الشهر 1,120 دولار، يعني 10 دولار لكل درس شافو شي واحد او حملتيه. ممكن تحمل الرياضيات، الهندسه، البرمجه، الفيزياء، تصميم، اي حاجه ممكن تحملها. كندخلو ستيدي بول وكان نسجلو فيه عادي، من بعد كنديرو سيل دوكيمون، كنديرو امبورطاسيون، وكندخلو ملفات يكونوا باينين. وبالنسبه للثمن كنديرو 10 دولار. يعني شي سؤال او اي حاجه يخلينا في التعليق، كنقراو كاع التعليق. تحياتي لكم.